عشت. يا بي وياكم صباح الجريزي سوق النهضه. اهلا وسهلا استاذ طلال، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. شلون صحتك؟ عيني الله يوفقك. هذا محل كامل استاذ طلال مع رشاق. ايه هذا مال الجيل وهذا مال الاثقال وهذا الهزازات كلهن عشوا، بس هذا ما فحص. ايش هذا؟ هذا هزاز؟ اي شغال عين فول كهرباء. هزاز هذا؟ اي هزاز لف قطع. بيش هذا الواحد؟ هذا على 100. على 100؟ لا والله. وهذا مال جري بيش؟ هذا مال جري. ليش ترجع؟ يلا حكي ابو. لا والله ما تصرف ابو. 45 لا ب 50 نهايته. هذا انترنت ابو كاطلال. انترنت بيه؟ اي يعني تكنك وتلعب رياض هيك بهالوضعيه. هاي شاشه انترنت. شاشه؟ ايه. على الشغل يعني ياخذون على الفحص؟ ما فحص انا. ما فحص بس هو يعطيك المواصفات مالته. ايه يشيل 250 كيلو. ايه جبلي. زين. اي اخر ما نزل بالجره وهذا. زين وهذاك مال الحديد؟ مال الاثقال؟ راح بلفه في السؤال. والله يقولون مش انت تصور دائما انا هذا اللي لوزه خشب فتحه مسدل بالكراسي. انزله ان شاء الله اسبوعين يسال عليه. اه بخير. شوف هو هذا السوق هناك كلهن عندهم. يعني شوفوا شوف هذا الولد حسام هسه من تطلع منه قبل. هذاك هذولك جوج جسر. دورت ماكو بالصدفه. يعني ما والله ما تلقي لو مبيع له. هاي دور هناك هاي المنطقه بالاخير. هاي بيش هذا قلت عليه؟ انا بيحل موجود ابو. اي هذا هذا 700 وبي مجال. بي مجال. اي زين عملاق هذا استاذ. اي هذا الميز بيش. هذا ب 40000. طبلات؟ هاي الطبلات 35. هاي ثلاجه ابوه. اه ثلاجه. اي شوفها جديده لوك. هذا 140. هاي مال سفر للسياره. اي اي ثلاجه تجميد على الشغل فود. على الشغل فود. 140. 140. راح اجي 25. سلام غاد عين سلام. هاي الطبلات بيش؟ هذا 62. 60. والتخم؟ التخم 110. ماليزا هذا مال مكتب. مغاسل؟ المغاسل على 25. مجموعة مغاسل عندي. هاي شرباية بيش؟ هاي هاي شرباية السيارة 125 استاذ طلال. 125 على 25. شرباية مال اطفال هاي. سيارة. هاي الجبال على ايش قد يابا؟ انباع عندنا بس ذاك ما مبيوع. الحديد البر بيش؟ الحديد 150. ثلاجة وربع. ايه. جهاز الجري ب 300. سعره ب 300. لا هاي شرابي بيش؟ شرابي على 200. طبيه ست حركات. ثدييات مال مريض. ها ثدييات مال مريض. هاي زين. هاي مغسله مال صالون بيش حق. ها عين هاي 90. هاي 75 استاذ طلال. 75 هاي مال صالون. شازلونه ومغسله مال صالون. زين هاي الميز مال تلفزيون؟ هذا انباع مال ميز تلفزيون 50. 50 هذا صباح. ها عين ها عين قول حبيبي. هاي انباعت الثلاجه والله. اي والله هاي الثلاجات. وانا اهل المصريين المبيوع ما احكي لي. ما احكي لي المبيوع. زباله انباعن؟ اي انباعن. اه انباعن. هاي بيش الثلاجات؟ هاي مبيوع على الهيتاش. وهاي مصفر؟ العارضه على 200 175 هم مبيوع. هاي شربايه من نفر بيش؟ هي ودوشكه وفراشه استاذ طلال 75000 كامل. كامله هاي هي ودوشكه فراشه كامل 75000. ايه ام النفر هاي تصير جوا مخزن مو لو لا. ايه ايه جناتير عندك؟ لا مخزن تصير هاي جوا. ايه هاي ان شاء الله رقمك انا اخليه بالجو بالوصف. من نرجع يلا في مال الله. ها هنا باعوا جو الجسر صباح الجريزي. رحم الله والديك استاذ طلال مشكور. حبيبي الغالي مشكور حبيبي. السلامة. ان شاء الله بس وصل نزل لكم الرقم مالك. ها هذا هذا بيه الشاور. ها شاور بيه 125.
125 ماطور هذا؟ اي ماطور مجمدة. هذا قشو عاطل. هاي تخم بهذا القنفات. هاي هاي البرتقالي هذا 125 125 هاي كلها هاي مال بعد هاي مال لحم مال قصاصيب هاي مال شوي تتصلون عليه على صباح يعني هاي الباترين هم مالتي اصور مال لحم اليوم ان شاء الله بس اوصل انزل لكم الارقام مال صباح الجريزي رقمه انزل لكم اياه عين خالد شلونك شلون صحتك الله يخليك الله يسلمك هاي شلون بالله طلع انا جاي شو اسمه شكو وعد اي قول اي دخل لي واحد اي قلت اسوي بيت مباشر يوم طلع تنشر الدخل ب 50 و75 بس انا قدام المتابعين انا فيديو ناشر لما الدخل ب 50 و75 يخلي يدق له دز لي الفيديو ما اعرف اقول له دز لي الفيديو ها خله اقرا يعني ما اعرف هاي المشكله وين ما هو يعني اكو ناس هيك يعني عود اسناد مصداقيه وجه بوجه بيت مباشر اي يعني يعني اخوان انا جاي اسوي لكم بث مباشر وجه بوجه يعني مو مقطع فيديو واقطع بيه لو اتفق وياهم لو كذا بث مباشر وجه لوجه فاذا انت هذا البث راح يصير فيديو هو من كيفه فانت اقطع الفيديو من يمك وقل لي يابا هذا انت هي قدرته 75 ليش تحكي حكي هو ما موجود يعني هسه هذا شوفوا هذا بيه شهادة تخم هذا سعره 350 350 300 وش قد 350000 تركي 350000 مو تروح تقول له تعوف ال 300 وتقول له ب 50 ما يصير يا عيني ما ترى هذا اخوي تركي وشاب تركي نظيف كلش نظيف كوشاته عاليه ما جايزه انا اكو بيهم مصورين يقولون اسعار يعني شلون هسه مصور يقول له هذا سعر غلط يقول ب 350 يقول له ب 50 يقول للعالم كذب عليه حتى الناس تباوع على القناه مالته احنا ما عندنا هاي السوالف مصداقيه نعطيكم اياها فيت هاي من الشجره للخلاط بث مباشر فالغش حرام عين هذا بالنباليد هذا نباليد هنا دموي ماشي قديفه ايش قد سعره؟ هذا سعره 350000 زين وهذا؟ هذا سعره 225000 225000 من تتصلون على الولد قولوا له هذا الفيديو او هذا الصوره اظن النصين على 175000 النصين واحد على 175000 على 175000 هذا نص مصر ب 175000 وهذا النص الثاني هم ب 175000 بس جانا واحد من طرف قال من طرف قناه ايه اعطيه من البصره عند هذا التفكير ما شاء الله حلو والله والله احنا من يجي من جماعتهم قال من طرف قناه من طرف اي مصوره تسهل لي والله بعت 300 الا 25 بلاش والله حلو العافيه والله 175 والله حلو والله العظيم روح شوفوه بالمحلات تبيه ان شاء الله 40 ورقه والله تجي المحل. والله صحيح 600 الا 25 مو طيب بالخدمه والله شاهد مصداقيه ويا العالم هذا تحفه اخوي هذا سعره 235000 خشب صاجه قماشه خديجه 235000 هذا سعره بعد ايش عندك؟ هذا بلوك خشب بلوك اسود ايه هذا سعره 225 225 هذا خوي هذا 225000 هذا 225000 بكر رصاص جيتك يمه دقيقة واحدة هذا شلون سعره؟ هذا سعره 175000 175000 هذا سبع مقاعد هذا بيش؟ هذا اخوي تركي من مقاعد هذا سعره 225000 225000 هذا توصيل داخل بغداد فقط
توصيل داخل بغداد، بيع وشراء. عندك وشراء. عندك حاجه تبيع تشتري كله موجود هنا يا ام خالد. ان شاء الله بس اوصل رقمك راح اكتبه. متشكر من اخوي حبيبي الغالي. لا محوط ان شاء الله اليوم انزل الارقام مالتهم بالتعليقات مال الفيديو مال هذا البيت. نرجع البيت. ما اقدر اعامل هنا سوسو. هسه ارجع عقب هنا. سوق الناظر جد احبه اكثر من سوق الغزير. هدوء يعجبك بس تفتر الناس تفتر العوالج قد حلو والله العظيم. ماكو سماعات الحمد لله وشكر يا رب. الله يسعد. هو شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونك الله يخليك؟ ها شلون اسعارهم؟ يا نعم. هذا تخن؟ هذا 400 تخن صاد زان من المقاعد ب 400. حلو والله زين. ها هيك تخن حلو يعني مرتب خم خشب انت صاج وهذا حلو بي شغله هم حلوه يعني مستعمل ينصبغ ويتنظف يطلع جديد. هذا الديوان بيش؟ عين هذا 400 ديوان تركي تجي الصفحة ما تبقى تشتي. ظهر معاكسة الرجل مالتي حديد. في هذا لونه بإذاسة الفخي. زين. عينها 650. هذا بيش ديوان؟ هذا على 400. 400. هذاك ملك يمد يسمونه؟ 650. هذني على 650. لاني يا بي معروضات مثل هذا الشيء هناك موجودات. 650000 هذني. هذني على ايش قلت؟ هذني على 400. نفس رقم حسام؟ ايه. خوش انا اخليه ان شاء الله كتبه. هاي الولد هنا حسام. تخامه مالته. سجاد؟ اي سجاد. رقمك انت يعني؟ اي رقمي. وحسام؟ ما خليه؟ لا حسام لا تخليه هو اصلا مو ذاك رقمي فهو قال اسمه حسام مودي فذكر اسمه بالبيت فدائما يالي خابرني يقول لي حسام فمشي اقول له ايه اعطيني ايش اسمي خليك اسجل رقمك اصوره بالموبايل الثاني خليه اصوره حتى انزله لكم ايش قد رقمه؟ 077 ارد لك يا حسن لان هيك لا. ما اخذ له صوره اني صوره ما اخذ له يعني اذا تحب ارد لك اياه مو اذا كتبه هنا بس نفسك بالاخير ايش قلت 29؟ ايه 29 هسه من وصل؟ ان شاء الله هسجله بالتعليقات راح اخلي لكم اياه يلا ثم لا سجاد مو؟ ايه سجاد الولد اسمه سجاد حبيبي الغالي هاي التخامه كلها مالته سجاد كلها مكاتب ميوزه ومكاتب شلونك؟ شو صحتك؟ الله يخليك الله يوفقك الله يخليك ها شلون اسعارهم؟ هذا على 115 115 والكرسي ب 55 هذا الكرسي ب 55 جديد هذا كله ما مستعمل كله جديد هذا هذا بيش؟ هذا
160,000. هذا استاذ طلال هذا 60,000. 60,000 هذا كرباية بيش؟ كرباية 90,000. 90,000 هاي كرباية قاطين هذا. بيش هذا؟ سعره 90,000 دينار. 90,000 دينار. رقمك بيسك تبي بالموبايل؟ خلا صوره بهذا الموبايل مالتي. لا عندك موجود؟ ما عندي قلم والله، قلم ما عندي. موبايل عندك؟ تليفون ما عندي، تليفوني موجود عندي. بس اذا صوره يعني حتى صار. هناك. صح. هذا رقم. شو اسمك؟ كرار عمان. كرار، ولا اسمك كرار. هاي هنا هو غراضي. خاف تحتاجون شيء، رقمه هو 0770046 مكرر 5301. ان شاء الله انا كتبه بس اوصل. ربي يحفظك. مال حبيبي. بس اوصل كتبه. نزل كلام بالتعليقات. يعني بالتصوير ما يفيد الرقم، يعني يجون عليه على الخاص، الرقم رقم. فسجله لكم احسن. جمعة مباركة عليكم، شاركوا البيف ولايكات شباب. طلال الله يسلمك طلال ووفقك ان شاء الله. رحم الله والديك. الله يتابعينك. يا اهلا وسهلا. تابعينك طلال. الله يخليك. الله يخليك. الله يسلمك. يوم فضيلة الجمعة قلت اليوم الا راح اشوف طلال. الله يخليك. والله نورت انت والله. الله يخليك. الله يوفقك ربك يحفظك. انا بخدمتكم والله العظيم، اي شيء تحتاجون. كل سنة والله. الله يخليك. الله والديك. كله رخيص. هذا الغربي. ايه رخيص. وين ابو علي؟ يوم ازدحام على ابو علي. خير. نا ابو علي ملك المغاسل والصحيات. وهذا مقصد الجبل. بلاش. 70,000 بلاش. ايه عامون 60,000 هذا بلاش ب 60 ميزه عامل كلش حلوه. شلونك؟ تعال تعال عامل. خل عامل شلونك عادي؟ شلون ها شو اسعار هذا؟ على 30 الصياد. على 30 الصياد. هذا الشاور بيش؟ على 25,000 شاور. 25 تخيل شاور 25 بلاش. علي هاي بيش المغسله العسليه. انا 50 وجناح هاي ب 50 يوم خلاطه. ما شاء الله زينه. حلو حلو هات ابو علي بعد. والله كله رخيص والله العظيم. هاي هاي ام الخلق سنج اثنين. هاي اقرا بدنا نشوف شو. ما في شيء. يلا ابو علي شلونك؟ شلون صحتك؟ ناو علي ملك. ابو علي طيب والله ورخيص وين العالم. كلها تدعي لك بالخير والله العظيم. هاي شيب البيض الله يبارك. زين الله يبارك فيك. هاي هاي 40. ها ب 40 هاي؟ هاي مو مباعت هسه. نهايتها شو يا حجي؟ علاوي. هذا البانيو بيش؟ مستخدمه ادري كا مستخدمه عمك الزبيدي قطع الكهرباء. لا خطيه ابو علي ليش يلعون قلبه بالاسعار؟ والله يبيع رخيص. 75 جدا ما مسعر رخيص.
هذا 75 اخوان، هذا جديد ما مستعمل 75 جديد، وبعد هذا اللي تعال هذا ينباعون بالكاغت بعدين باللايلون بالكرتون تعال. معنا عمي ابو علي بيشاب، لايكات شباب بيشاب علي ما شاء الله كلش حلو هذا 75 هذا سووا هذا بانيو 75 جديد ما مستعمل 75 جديد هاش هذا الباب اي 60 والشباك الشباك بالثلاثين بالثلاثين باعوا هذا الباب بالثلاثين ألف مثلا المكعب على 75 كريستال 120 برا 120 برا هو على يبيعها على 75 على 75 75 يبيعها هذا يوم شو اسمه تواليت غربي سيت كامل سيت تركي كامل هذا صور نيويورك ايه 120 120 هذا يمك تعال نور وقف هنا ايش بيك يمك هذا سيت كامل مقعد والمغسله 120 120 مو 120 الف غربي مقعد ومغسله مال تبعه سيت هذا ايه ايه لا ب 30 قال ابو علي 30 ب 40 ايه يلا خذوا راحتكم مال خلاص هسه اتصلوا علي ان شاء الله راح انزل ارقامهم كلهم مال التليفونات بس اوصل البيت بالتعليقات تلقوهن وبالصفحة هم راح انزلهن هذا شاور كان كله رخيص كان كيما المي ابو شمس ملك الكاونترات كله جدد جمله مفرد حلو الله يساعدك ابو شمس جمله مفرد ها آه رقمك ها ليش آه. وين انت محل هذا مكان لا اجي شلون كل جمعه لا لا والله كل جمعه شلون صور بين الاثنين هذا مترين ونص ايه هاي ايش قد سعر هذاك؟ 650 هذا ثلاث قطع هذا السينك مالتي وهذا ثاني هذا يخبل هذا بعد لون جوه هذا بيش هذا؟ هذا 175 الف 175 الف بس بعد جمال بعد سينك حلوان شلون لون حلو هذا بعد لون هذا كله مرمر ثلاث قطع يبي ايش هذا؟ هذا ب 475 فكره ونص ثلاث قطع 475 ثلاث قطع هذا مرمر وهذا سلك مالته صور هاي صور هاي صورته موجود.
شاء الله ننزل الجمعة الجاية ألوان أحدث وموديلات أحدث وتصاميم غير. راح نأخذ الجمعة نغير موديل ونغير لون. وهذا جمال باع. هاي يجي من طرفي خصم خاص. خاص. آه رحم الله وليك. بس قولوا من طرف طلال. ان شاء الله ما يقصر وياك. انا واحد ببغداد يشتغل. لونه ذهبي. هذا جديد جملة سين. هذا يبيع جديد كلها سوديك على المستعمل. هنا يبيع جملة مفرد. أبو شمس حبيب أبو شمس شلونك؟ نورت الله يخليك. الله يهديك. هنا أبو شمس يبيع جملة مفرد. تتصلون عليه وبيكون خير تدللون. إن شاء الله. أنا سأل عليك قال وين طلال؟ قلت له على جيبي. الله يخليك. يا في مالا يا خليل. فايش تحتاجون ولد ما يقصر وياكم اخوان. ها شلون اخوي؟ شلون شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ انا ملك الكواترات بالنهضه. اللي يجي بس يقول وين سلمان وين ابو شمس يدله ويا اللي يجي من طرف طلال وقع عنده 25000 خصم نمبر 1 من الكواترات. يا رحم الله يدله. يلا في مالا حبيبي. الله حبيبي طلال. يبيع جملة مفرد الولد هنا بس كله جديد. الله يساعده. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. الله يخليك. هاي مستعمل؟ مستعمل نظافه 100%. سعر 625 سنقوم الحق مرمر. بيع جمله؟ يابا يبيع جمله مستعمل. جمله على التليفون. يريد مستعمل يريدون مستعمل على الجمله اكو ناس. بس مو يخابروني ب 12 بالليل حارس. مو ب 12 بالليل تخابرون. ايه. ايه. عشان. هذا مرمر. اربع قطع. نظافه 100% حق طلال. ايه. يعني اذا يجيك واحد شيله وحده مستعمل تنزل له؟ هاي ينزل لك. هذا السعر 600 هذا 425 توصيل محافظات ما عندي بس بغداد. اه بس بغداد. هسه ارجع لك السجاده هسه تخوم يا لون الشمس ما تبين. هذا 400 هذا ب 400 405 مستعمل. سعره 300 اربع قطع بدون شيء. 300 اربع قطع. هذا اربع قطع سعره 275 مثلاً. عندك موبايل؟ سجله خلا اخذ له صوره بهذا الموبايل مالك. خوش حكي. حتى انا نزله بالهاي. لا انت وين موبايلك؟ هذا. طلع سجل رقمك بيه. السلام عليكم. السلام. 07715074416. اوقف لحظه. 07715074416. شقهم شو اسمك؟ حبش الشعباوي. حبش الشعباوي يبيع لك جمله مفرد مستعمل. هذا عندك السن سعره 125 بيسلك النظافه 100%. عندك هذا خمس قطع. ايه نظيف سعره 500. 500 تعال حق حبش ولدي بالسالك. السالك اللي يروح وياه يجيب اي واحد يريده. هذا بيش. هذا
هذا سعره 400,000 مستعمل اخذ جديد. مترين ونص والسنك متر ونص، هذا الجديد ب 425. ب 425 يجيب لنا 50 قلت له. هذا متر ونص سعره 325 نهائي. متر ونص والسنك ماله متر. ثلاث قطع. اي لون بيه موجود، اي لون اللي يرضى. باهي ان شاء الله يتسمع عليك. واحنا سالهم كل اللي يجي من طلبك ما مقصر الوين. الله يخليك. بدون كذا خدمتهم. تريدون جمله تجون علي تقول له شلق عليه. يلا الحمد لله. ان شاء الله. تاخذون من عنده جمله مفرد. زين ان شاء الله هو ما يقصر وياكم ينزلكم. هسه اوديكم بعد مره ثانيه على التخامه اشوفكم هنا حتى اخوان اكو شيء زين اكو مو زين، تجي تشوف بعينك مبين زين ترى زين. وانا بالنسبه لي انا عندي صراحة هو المستعمل، بس شنو الانتيكات الشغلات يعني مبينة غالية برا تلقيها هنا رخيصة. زين اكو الناس ترغب جديد موجود. زين فانت شو تريد؟ جديد مستعمل. ما اعرف اكو احد يراد يم سجاد تخم يا لون بالله ما اشوف زين اوقف الشمس على الشاشة. يلا تفد شوية عيد الفيديو باع عليها يا تخم تريده صوره واتصل على الولد على سجاد. خلي عاملكم على هاي مثل المرجوحة ما يسموها. هاي وايد ناس وصلنا عليه. هاي بيش؟ هاي 125. هاي صغيرة؟ 75. هاي كبيرة بيضة؟ كبيرة 160. وبصفها ب 100. وبصفها هذيك ب 100. ب 100. هاي شو سعرها؟ هاي 51 هاي جديدة. ديلاب تريد؟ هسه اشوفك ديلاب يلا مشكور. هسه صورت الديلاب. ديلاب حديد تريد؟ ابو علي هسه قبل شوي كنت يمين بعدين عيد الفيديو زيني وباعوا على الغراض لين ما ادري كل ساعه اوصل اروح واجي. ينعاد الفيديو عيده وشوفه من البدايه هواي صور شغلات حتى الدوالي بس ما طول قريبه يمي الدوالي راح اصورها مره ثانيه. هاي بيش الدواليب قلت لي عليهم؟ دواليب هذنيك بيش حديد؟ استاذ طلع هذا ب 90,000 دينار، وهذا اللي بصفه اللي كنتهم به الجماعه سعره 100,000 دينار. 100,000؟ اي بخزنه صغيره. عاشت ايده. اي هاي الحديد بخزنه الناس. هاي الرقم استاذ طلال الصغير هذاك 40 والكبير ب 75، يا ريت الصغير. الصغير ب 40 والكبير ب 75. هذني رفوف. هاي المحلات حتى مخزن للبيت تخلون بيها مواد غذائيه او محل عندك اسواق كذا هذين بقى مصبوغات وكامله.
ما هذا والله قل ولد لكن هلا اصور منك وطب هذا مال السجاد هذا 650 650,000 هاي شمعة مال الملابس واي ناس وصلنا عليه هاي بيش شمعة 15 هاي وتر باي الحديد هاي بو 15 ها عينه ها شوف هسه مو هسه كيلو عالي قول هاي بيت شرباي عين هاي 70 70 مالي ميوزي على 250 كنا نبيع على 300 حاليا نسوين عليهم خصم ابو ست كراسي صار 225 وبالاربع كراسي 200 صار 200 اربع كراسي و225 6 ابو ست كراسي ابو ست جدد مو جدد تركيات جدد هاي خصم سوا عليهم جدد كله جدد انواع 70 هذاك المربع على 180 اذا نسوي 6 كراسي 6 كراسي على 180 على 450 ميز مكتبي 100 صغير بعد يعيد الفيديو شوف ميوزك مصور انا طباخات بس هؤسع عالم كتل ما ادري اسولين كتل علي طباخات بس خوش طباخات ربع كربل جميل هذا حلو السلام عليكم لايكات شباب ومشاركة للفيديو في دول قلب ميز مكتبي اكو ب 100 اكو 160 اكو 90 حسب كبر مالته بعدين عيد الفيديو بعدين من انزل اخلص من هذا البيت كمل جميع مبرم احبارك عيده شوفوا من البدايه البيت صورت ميوزة مكتبيه لو كرات صوري كلها صورتها اشوف هاي الماكينه مال خياطه طبعا هاي سوق اسبانيا ايش كبرها عملاقه هاي بيش الماكينه هاي 150 هاي صوبك 35 هاي بيع والله ابو المكيف ها يا ولد
باقي العالم بطل رايد بطل هاي بيش مولده 140 هاي اوكي ازدحام شويه ما اقدر اصور زين يعني بس ارجع لي ورا ادوس على رجل واحد هاي بيش مقصد ابي اصور 250 اوتوماتيك وهاي 75 ولد بساعة يقول أكو ديناصور ذكرتني بشغله مرة فد يوم جاي أصور واحد عنده بلاكات فقال لي لا تصورني هاي زين أنا أصورك هاي شو أسوي بالبلاكات جاي أصورها ولا إذا أصورك سيدك تصيحني حتى تحكي للعالم تعطي رقمك الناس تجيك قابل جاي اصور ديناصوراني بيضة وراح اشتهر بيها شو استوى هي وبلاكات احنا مو بالحصار هسه يعني بلاكات موجودة عندنا خير من الله اشكال الوان المحلات كلها جديد خمسة واربعين غير اي زين قول لهم يا بركة هي صينونة تركيا هاي وهاي شو لبيت هاي ب 15000 تشولو هاي المترامي 30 هنا الحجي يبيع احنا مصورين مع سوق النهضة ايه حبيبي الغالي أنت كنت تسوي لي لفة على الولد الصالح أسمع لي هاي الغزالات كانت كسرها ولا حصان هاي جدوره بيسير جدوره هذني ب 55 سيت كامل جدوره جدا هاي الماعون بيش واحد هاي الكاسد هذا الكاسد درزين ب 10 هذا درزين ب10 سمو علاقة هيدا هم قلت لك انا من اصور غراضك وغراض غيرك ناس تجي تشتري ما تدري شهر الجملة هاي البراوة الاصلية السورية حتى يصير حركة بالسوق مالك يا ولد لايكات ومشاركة للبث حبايبي سلام عليكم بيش هذا؟ بيش انباع؟ 200 هذا الومنيوم مو؟ 150 الومنيوم؟ هذا الومنيوم قلاب الومنيوم ب 150 انا اشتري خشب احسن لك لا اكو ناس ترغب بالالومنيوم مثلا اكو ناس ترغب بالالومنيوم
اكو ناس تلغب الخشب. يلا شباب احنا نترخص، راح اروح احتمال الميدان اصور لكم الانتيكات والغراض بالميدان والمحابس وهالشغلات. شوف شلقه بالميدان هناك بشارع المتنبي، وابقوا وياي حسوي لكم بث بعد مره ثانيه، اريد تشجيع شوي. زين شوف شكو ماكو، صار لي وين ما راح شارع المتنبي الميدان هالشغلات الانتيكات البالات. يعني من اسوي بث طبوا علي قبل، اللي ما متابع القناه مالتي خليه يتابعها، اكو يمك طالعه متابعه دوس عليها تابعني، واذا متابعني انت سوي لي بس لايك يعني، ومشاركه للفيديو، مشاركه حتى الك صفحتك سوي مشاركه حتى يعجبك تشوف الفيديو من البدايه مره ثانيه. اليوم باكر يعني اليوم ايضا ونسكم اوديكم مكانات حلوه وقوية. هاي مال احتياجات خاصة، موقع حل. يلا اشوفكم بعد شوية، يلا عيني لا تنسوا اللايكات.